لذيذ ما أشهاني من بين أطعمة كان في أشكالي وألواني فض 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 لذيذ ما أشهاني من بين الأطعمة كان في أشكالي وألواني. أهلا أنا الطاهرة كان وجئت لأخبركم عن فوائد الخبز الشهي. يم يم يم. يعد الخبز من الأصناف الغذائية المهمة في نظامنا الغذائي لأنه غني بالنشويات والألياف وهو مصدر مهم للمعادن والفيتامينات، كما أنه أحد الأغذية الرئيسية للإنسان في الشرق الأوسط وأوروبا وشبه القارة الهندية وشمال أفريقيا. وكثير من الشعوب تعرف من خلال الخبز الذي نتناوله، فهو يشكل جزءا من تراثها الذي تعتز به. ولأني أعددت لكم خبز الشفاش الشهي، قررت أن أخبركم عن معلومات عن الشباتي. هو يدعى الشباتي أو الجباتي. انتشر هذا الخبز في دول الخليج العربي. هو خبز رقيق كما ترون، مصنوع من الدقيق القمح الأبيض. تفرد عجينة الشباتي على شكل أقراص ويتم خبزها على الوجهين في فرن أو مقلاة شديدة الحرارة. يتم تناول خبز الشباتي عادة مع شوربة العدس وكاري الخضروات ومع أطباق الدجاج واللحم ولحم الضأن. إذن هيا نتذوق معا خبز الشباتي. إنه شهي جدا. هذا هو خبزي المفضل. وأنتم ما هو خبزكم المفضل؟